يا صباح الفل على حضراتكم، يا رب يوم سعيد عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم ان شاء الله. حلقه جديده من بيون تايم على اون تايم سبورتس. النهارده من امبارح ساعات طويله جماهير نادي الزمالك ما بتنامش، جماهير نادي الزمالك سعيده وفرحانه بانتصار عظيم ومستحق. نادي الزمالك فاز بالدوري الممتاز هذا الموسم عن كل استحقاق وجداره، فنيا وفي الملعب وفي ارض الملعب، سواء لاعبين او جهاز فني وإدارة اشتغلت بشكل محترم جدا في ظروف صعبة جدا. الجميع أجاد واجتهد وقدم أداء رائع جدا على مدار الموسم. الزمالك استحق هذه البطولة؟ نعم استحق هذه البطولة. الكلام اللي هو أصل التحكيم وأصل مش عارف إيه والكلام اللي دايما أي فريق بيبقى خسران بيقوله، أي فريق خسران بيقوله، جماهيره بتقوله أو بعض جماهير بتقوله، دي أمور طبيعية ومنطقية. ولكن لما نيجي نتكلم على كورة وشغل فني وأداء في الملعب فالزمالك استحق. عنده لاعبين رجالة، عنده جهاز فني محترم، كارتيرون مدرب محترم. كلنا على فكرة أو معظمنا اختلف شوية عن فكرة عودة كارتيرون لنادي الزمالك، بس ما حدش اختلف أبدا إن كارتيرون مدرب محترم، سواء لما كان مع الزمالك في الولاية الأولى، سواء لما كان مع النادي الأهلي، سواء لما كان مع مازيمبي، سواء لما كان مع دجلة، دايما مدير فني جيد. واضح إنه مدير فني جيد، واضح إنه الزمالك له شكل، واضح إن الزمالك بيلعب مباريات كبيرة، مباريات ممتعة. الزمالك الفرق السنة دي عن أي سنة أخرى إن الزمالك حتى لما كان في بعض الأحيان بيقدم أداء مش قوي، سيء شوية بسبب ضغط المباريات مثلا، بسبب لياقة بدنية، بسبب بعض اللاعبين اللي ما كانوش في مستواهم، بسبب بعض الغيابات الكتيرة، كان بيعرف يكسب. وده الفريق البطل. فاكرين لما كنا دايما نقول على الأهلي كده؟ بصراحة الأهلي كان بيكسب طول الوقت، حتى لما بتشوفه بيلعب بشكل مش كويس كان بيعرف يكسب في الدوري السنة دي، وهنتكلم على الأهلي في وقته. ولكن الزمالك كان السنة دي بطل، وبصراحة شديدة بقالنا موسمين بنقول ان الزمالك عنده افضل تشكيل، عنده افضل لاعبين، بس الزمالك دايما بصراحه كان بيخسر نفسه، كان بيبقى في بعض المباريات مش بقيمه اللاعبين اللي موجودين في ارض الملعب. خساره بطوله افريقيا وشككت، يعني خروج من دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي شككت الناس جميعا. هو يعني ايه عندك افضل لاعبين في مصر؟ هو يعني ايه عندك افضل تشكيله في مصر وانت مش عارف تكسب بطوله؟ لا عارف تكسب البطوله الافريقيه اللي قبلها ولا عارف وخرجت من البطوله اللي بعدها بشكل صعب امام الترجي، ويعني يبقى عندك افضل لعيبه؟ فالناس شكت، لا دول مش افضل لعيبه، لا دول مش احسن لعيبه، ده انتوا بس شويه ناس بتتكلم فني ومحللين ويقول لك اصل اللعيبه دي هايله، بس ما هو في الناتج مفيش بطولات، مفيش انجازات. فالزمالك استحق على مدار سنتين هذه البطوله لانه عنده فريق محترم، فريق في حراسه المرمى عنده تخمه من المواهب، من الاسماء العظيمه، ابو جبل وجنش وعواد، ثلاثه رائعين جدا في خط الدفاع، سواء المسلوسي او حازم امام او الونش او محمود علاء، عبد الغني وعبد السلام كمان حتى على الدكه، وعبد الشافي الرائع جدا اللاعب العظيم ده اللي انا في رايي له جزء كبير جدا في بطوله الزمالك هذا الموسم، سواء بسبب امور فنيه او سبب امور شخصيه وقياديه في ارض الملعب، محمد عبد الشافي العظيم مع عبد الله جمعه ومع احمد فتوح. فانت بتتكلم في خط كامل في وفره من اللاعبين، خط قبله هو حراسه المرمى في وفره من اللاعبين، وسط الملعب قلب الاسد اللاعب الرائع، اللاعب اللي بقاله اكتر من 10 سنين محافظ على مستواه، بيقدم مستوى مدهش ومبهر، ولاعب مهما زاد بيه العمر او مهما انتقدنا بيه العمر لاعب راجل جدا هو طارق حامد، مفيش خلاف. حتى فرجاني ساسي اللي مشي من الزمالك بطريقة أو بأخرى له دور كبير في هذه البطولة بإمكانياته الكبيرة، والزمالك لم يتأثر لا بغياب فرجاني ولا بغياب مصطفى محمد، رغم أن هم من العناصر اللي أكثر من مهمة، في عناصر بتبقى مهمة في الفريق، بس دول اللي من المفترض لما فرجاني يخرج من التشكيلة أو مصطفى محمد يخرج من تشكيلة الزمالك يحصل خلل واضح. ده ما حصلش في نادي الزمالك، بالعكس ده الزمالك قدم مباريات افضل بشكل رائع جدا. خش بقى على الجناحات، وطبعا في وسط الملعب امام عاشور باداء رائع، محمود عبد العزيز وكل اللاعبين اللي شاركوا بعد فرجاني ساسي. خش بقى على الناس اللي بتشتغل على الاجنحه وبتشتغل ورا المهاجم، شيكابالا طبعا طبعا، واوباما، زيزو اللي عامل موسم السنه دي رائع جدا، زيزو اللي قبل التجديد كان فيه تشكك في انتمائه وولائه لنادي الزمالك بيقدم مستويات مدهشة كمان تحديدا بعد تجديد التعاقد، أشرف بن شرقي الورقة الرابحة الأهم في تشكيلة نادي الزمالك،
وحط بعد كده بقى كل اللاعبين المميزين حتى سيف الدين الجزيري. الصفقة اللي عارف يعملها نادي الزمالك وعملت مردود عبقري عبقري جدا في خط هجوم نادي الزمالك. تشكيلة رائعة جدا بجهاز فني محترم جدا بإدارة سندت ودعمت وعرفت تفصل الفريق عن كل المشاكل والحوارات والحاجات اللي كنا بنسمعها، ودي نقطة مهمة جدا. إنه دايما كان بيتقال إنه يا جماعة استقرار نادي الزمالك، استقرار نادي الزمالك عشان يعرف يكسب بطولات. الزمالك هيكسب بطولات عشان هو نادي كبير، الزمالك هو نادي كبير ويقدر يحقق أي بطولة وأي إنجاز لما لعبته في أرض الملعب تكون شايلة المسؤولية، لما جهازه الفني يكون جهاز فني جيد، لما يبقى في استقرار في الجهاز الفني وفي استقرار في الأمور المالية والإدارية من النواحي اللي ليها علاقة بالأمور التعاقدية. ده اللي حصل في نادي الزمالك. مفيش ظروف خارجية ممكن تخليك تخسر، مفيش ظروف خارجية ممكن تخليك تكسب، انت اللي بإيديك وبقرارك تكسب أو تخسر، انت اللي بإيديك. وده اللي كنت بقوله زمان وبعض الناس كانت بتزعل لما كان نادي الزمالك بيخسر بطولة وكان بيبقى فيه مبررات، كنا بنقول لا يا جماعة ده نادي الزمالك ده نادي كبير يقدر يكسب مهما كانت الظروف. ده اللي بنقوله على النادي الأهلي وهنفضل نقوله على النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي حقق في سنة بطولات عديدة وإنجازات كبيرة جدا والمشهد الرائع اللي عامله وهنتكلم عنه المشهد كابتن محمود الخطيب، خسر بطولة بس برضه لما يخسر بطولة ما ينفعش يقول غير إن أنا اللي كنت عندي أخطاء في أرض الملعب وبس. الظروف الخارجية ديت على الكل، أحيانا بيجي عليك شوية ظروف تحكيمية وده يجي عليه ظروف إدارية وخلافه، لكن في أرض الملعب نقيس ونشوف مين اللي عنده أخطاء ومين اللي أجاد بكل بساطة، سواء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. اللي كسب قبل كده واللي خسر قبل كده واللي كسب دلوقتي واللي خسر دلوقتي هنقول نفس الكلام، مش هيفرق بقى معانا مين اللي كسب النهاردة ومين اللي خسر النهاردة، الكلام ما ينفعش يتغير. بعض الناس بتغير الكلام، عشان كده السوشيال ميديا ما خلتش حد ينفع يقول الكلام متزوق او الكلام متغير. يعني ما ينفعش قبل كده تقول انا هكسب باي تشكيله وبكسب باي فريق وانا هكسب في اي ظروف وبعد كده تقول العكس والعكس صحيح. الامور فنيه وفي ارض الملعب فقط لا غير. الزمالك كسب في رايي في ارض الملعب وحقق انجاز في ظروف صعبه جدا، في رايي أسوأ هذه الظروف هي الغيابات اللي كانت موجودة في أرض الملعب قبل ما نتكلم على أي أمور بره أرض الملعب. دي ظروف كانت صعبة واجهها نادي الزمالك وقدر يتخطاها وقدر يحقق انتصارات متتالية تحديدا بعد التوقف وعمل مباريات كبيرة. مليون مبروك لنادي الزمالك، إنجاز هفضل أقول إنه هو مستحق جدا مستحق جدا فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم. مليون مبروك لنادي الزمالك، مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك عندها ميزة عظيمة، تتحمل كل الظروف، تتحمل كل الصعوبات، تتحمل كل العكوسات، هي بتساند فريقها، هي بتقف جنب فريقها، هي بتعيش مع فريقها الظروف الوحشة والظروف الحلوة. عشان كده هم أكتر ناس يستحقوا هذا الانتصار وأكتر ناس يستحقوا فرحة هذا الفوز، الفوز بالدوري رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء.